السلام عليكم. دي تاني محاضرة في الكورس بتاع الـ Construction Data Modeling أو الـ BIM السم. طيب النهاردة المرة اللي فاتت اتكلمنا كـ Introduction عن ايه هو الـ BIM وايه توقعاتنا في الكورس ده، هنمشي ازاي، ايه اللي هنغطيه في الكورس ده، ايه اللي مش هنغطيه وهكذا. النهاردة هنبدأ نتكلم على الأساسيات اللي بيبني بيها الـ BIM، وهنبدأ نتكلم على الـ Object Oriented Modeling والـ Unified Modeling Language أو الـ OOM والـ UML. مبدئيا ايه هو الاوبجكت اورينتد موديلنج؟ تعال نفكر فيها كده. انت مثلا لو انت مثلا مبرمج وبتكتب برنامج، قبل ما بتكتب البرنامج وتخش تعمل كودنج، انت بترسم الاول فلو شارت عشان تعمل البرنامج هيمشي ازاي. بتقول والله انا هعمل مثلا، هبتدي بكذا وهدخل الداتا كذا، وبعد كده هعمل لوب مثلا، وبعد كده هخش في هيوريستيك اف ذن ستيتمنتس، وفي النهايه هيطلع ريزلت كذا. فانت في الاخر انت لازم ترسم في الاول الفلو تشارت بتاعك، انت بتشوف والله الافكار هتمشي ازاي، الالجوريزم او الفلو هيمشي ازاي، بعد كده تبدا انت تشتغل وتعمل الكودينج والكلام ده كانك بتبني برنامج. ده نفس المنهجيه اللي هنستعملها هنا. فانت عشان اللي هو ما يوازي الفلو تشارت في البيم هو الاوبجكت اورينتد موديلنج. فانت هي عباره عن موديلنج ابروتش عشان تعمل ريزنينج، زي ما اتكلمنا عن ايه ريزنينج قبل كده، وتادرس او انت او تحل البروبلم نفسها بتاعت الموديلنج عن طريق ان انت بتشتغل حوالين الاوبجكت او الثينج او الانتيتي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بعمل موديلنج، طب انا كواحد شغال في البيم ايه اللي بعمل موديلنج حواليه؟ انا في النهايه بعمل موديلنج حوالين حاجات، مش مثلا attribute، مش مثلا خصائص attributes او properties، لا انا بعمل حوالين العمود، حوالين الكاميرا، حوالين المبنى. فده عباره عن حاجه object او thing او entity، وهنفرق ما بينهم بعد كده قدام بالظبط. ماشي. فهي في النهايه عباره عن ميثود ان انت عشان تجهز وتصمم الموديل بتاعك ده هتعمل له كودنج بعد كده ازاي، وهيبقى شكله عامل ازاي بعد كده. وزي ما قلنا هي شبه الالجوريزم، ان انت بتبلان الهول ايديا الاول كانها في فلوت شارت البرنامج قبل ما انت تبدا تعمل implementation الايديا دي على الكودنج بلاتفورم بتاعتك. تمام. الموديل ده بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه اللي هي الاوبجكت، ان هو ده اللي بيدور حواليه الشغل بتاعنا كله، ان هو في النهايه اوبجكت اورينتد موديلنج، فاحنا بنصمم حوالين الاوبجكت. فالاوبجكت دي اللي هيبقى ممكن تكون العمود، تكون اللودر مثلا بتستعمله او الاكسكافيتور، ايا كانت الاكويبمنت بتاعتك وهكذا. تمام. الموديل ده عباره عن كوليكشن من الاوبجكتس، مجموعه من الاوبجكتس مربوطه ببعضها بحاجتين، ريليشن شيبس ورولز، relationships وعلاقات وقوانين، وهقول يعني ايه في السلايد الجاي. ملحوظه بس كده سريعه، انا لما هتكلم على object oriented modeling وال UML احنا بندي summary ومدخل يؤهلك للشغل في construction، بس ده ما يخليكش professional. يعني ممكن بعد كده تحتاج تاخد حاجه in details شويه حوالين الحاجات دي، وممكن بعد كده ان احنا نعمل كورس separate للموضوع ده، بس في ضوء ان احنا بنتعلم البيم اللي هقوله ده المفروض يكون كافي. اليوم كده احنا اتكلمنا على الاوبجكت اورينتد موديل. ايه هو اليوم ال؟ هو عباره عن حاجه بتساعدنا ان احنا نسبيسيفاي، نحدد اللي ايه هي الريكويرمنتس بتاعتي والانستراكشنز، ايه هي الاحتياجات بتاعتي، المتطلبات والتعليمات بتاعتي، وفي نفس الوقت فيجوالايز اللي هي برزنتيشن يوزنج دايجرام، ازاي نرسم الدايجرام ده عشان زي الفلو شارت زي ما احنا قلنا في البروجرامنج، وديكومنت اللي هو في النهايه اعمل ريكوردنج للنوليدج، واتكلمنا قبل كده يعني ايه نوليدج للسيستم بتاعي عشان ديسكرايب السيستم ده متصمم ازاي وهيشتغل ازاي. فده كان اليو ام ال. طيب يعني اليو ام ال طبعا ليه انواع كتير قوي، بس احنا هنركز على الكلاس دايجرام وهتوضح بعد كده ليه، يعني ليه احنا بنركز على ده. فدي دول المحاضره كلها هتبقى حوالين الحاجتين دول، الاوبجكت اورينتد موديلنج واليو ام ال. هدفنا من المحاضره دي في النهايه ان احنا نطلع برسمين الاوبجكت اورينتد موديل اللي في دماغنا في يو ام ال، يعني كاننا خارجين مرسمين الفلوت شارت بتاع البرنامج لو احنا بنتكلم على البرمجه. ازاي ان انا احط الشغل بتاعي في حاجه ستاندردايزد عالميا، ده اللي كل الناس اغلب الناس بتستعمله سواء في الاركتكتشر سواء حتى في البرمجه، ده اللي هم بيستعملوه عشان يفهموا بعض. فبعد كده لما انت مثلا تبص مثلا انت مثلا عاوز تعمل مثلا اد اون او اد لبرنامج معين انت عامله بيركب مثلا على الريفيت او النيفس ووركس او اي حاجه، مش هتدي له الراجل شويه شخبطه ولا تدي له مثلا كود، لا انت بتدي له يو ام ال عشان هو يفهم البروسيس ماشيه ازاي.
بعد كده انت بتعمل له بقى الكودينج والكلام ده، دي قصة تانية. احنا قلنا هنتكلم يعني ايه لما جينا اتكلمنا على الاوبجكت اورينتد موديلنج، قلنا ان هو بيتكون من اوبجكت وريليشن شيب ورولز. طب يعني ايه يعني ايه الحاجات دي؟ فهنبص، فوالله بالنسبه للكونستراكشن الاوبجكت دي ممكن تكون كذا حاجه كتير قوي. ممكن تكون الكونكريت بامب، ضغط الخرسانه بتاعتك، المشرف بتاع الموقع، الكرو اللي بيصب الخرسانه، او اعضاء الكرو نفسه. يعني الكرو نفسه ده يعتبر اوبجكت على بعضه، اللي هو المشرف بتاعهم بالناس الثلاث عمال اربع عمال اللي معاهم، او كل واحد فيهم ده اوبجكت وده اوبجكت. والله مثلا الميثودز نفسها بتستعملها، وانت مثلا بتعمل مثلا عندك ريسك مثلا وعندك انسرتينتي مثلا، فبتعمل سكادولينج او بلاننج ببيرت، فوالله دي مثلا برضو تعتبر اوبجكت. الرخصه نفسها بتاعت سواق الحفار ده اوبجكت، فكل دي اوبجكتس بالنسبه لي. فدي اول حاجه احنا بنعمل اوبجكتس. بعد كده الريليشن شيبس، زي ما احنا قلنا الريليشن شيب هي الحاجات اللي بتربط الاوبجكت ببعضها. فمثلا الكونكريت بامب هاز، انا اسف، هي المفروض هاز هي اللي تبقى بولد مش بامب، ان هي دي الريليشن شيب. فالكونكريت بامب هاز دي الريليشن شيب بامبنج ريت، اللي هو معدل الضخ بتاع البامب نفسها. فالمضخة الخرسانه ليها معدل ضخ، فدي كده ريليشن شيب. انا كده ربطت اوبجكت اسمه معدل الضخ واوبجكت اسمه مضخة الخرسانه بحاجه اسمها has عنده. او مثلا البلانر مثلا develops schedule، فانا عندي السكادول ده كاوبجكت والبلانر ده اوبجكت، وفي النهايه العلاقه بينهم ان البلانر هو اللي بيديفلوب السكادول. دي كده ريليشن شيبس. بعد كده في رولز، رول مثلا زي ايه؟ ان البلانر ده مثلا must be PMP certified، ده رول، او must have PMP certificate مثلا. فدي حاجات دي كلها دي رولز بالنسبه لي. يعني فهتلاقي حتى ساعات ناس كتير اصلا بتتلخبط بين الريليشن شيب والرول، بس هنا اعتقد ان وضحتها الى حد ما، بالذات في الكونستراكشن المفروض ما تكونش صعبه قوي. طيب لما هنيجي نتكلم بقى عشان نعمل موضوع الاوبجكت اورينتد موديلنج واليوم ال ده، محتاجين نعرف ايه؟ اولا هنتكلم عن الاوبجكتس والكلاسز والسب كلاس والسوبر كلاس والانستنسز. دي كده اللي هي الحاجات اللي متعلقه بالاوبجكت، مربطه ببعضه، يعني بتربط الاوبجكتس كده كاوبجكتس. بعد كده ازاي اربطهم ببعض اللي هي بالريليشن شيبس والرولز والكلام ده. فهنتكلم عن السبسامبشنز، الهيرتنس، الاجريجيشن، الكومبوزيشن، الاسوسيشنز، وفي النهايه خالص هنتكلم على الاتريبيوتس او البروبرتيز. نخش بالتفصيل في كل واحده عشان نفهمها اكتر. اول حاجه الاوبجكت، احنا اولا زي ما قلنا قبل كده الاوبجكت ممكن تكون اي حاجه، الحاجه دي ممكن ودينا عليها اكزامبلز كتير. طب تعالى لو نبص بقى، لو هنبص لها بقى كاتيجورايزيشن بالتفصيل، طبعا هتلاقي الكاتيجوريزيشن مختلفه، يعني دي مش قران، بس يعني دي الى حد ما متفق عليه. ففي حاجه اسمها external entities، يعني حاجات خارجيه عن الموديل. انت عامل موديل على الكمبيوتر، المفروض هو بينتج حاجات وجواه حاجات. ايه الحاجات الخارجيه بالنسبه له؟ هي الحاجات اللي بتتفاعل مع السيستم احنا بنعمله موديلنج ده. الناس مثلا، الناس، الراجل ده مش موديل، العامل ده مش موديل، الايكوبمنت دي مش موديل، دي تعتبر external entities بالنسبه للموديل. بعد كده الثينجز، اللي هي الثينجز اللي هي الاشياء اللي هي جزء من الدومين بتاع الموديل نفسه، زي مثلا الريبورت، فالريبورت ده جوه الموديل، الموديل هو اللي بيطلع ريبورت. الديسبلايز مثلا لو هيعرض حاجات معينه وهكذا. بعد كده لو في ايفنتس معينه او مايل ستونز عندك مثلا، زي مثلا ميعاد التوريد مثلا، الريسورس ارايفلز، او لو في مايل ستون معين عندك في المشروع وهكذا. بعد كده الرول، الرول برضو يعتبر اوبجكت، اللي هو الدور اللي بيتلعب عن طريق الناس، زي مثلا بلان، البلاننج او البورينج، الاكتيفيتي نفسها اللي في الشغل بتاعنا في الموقع. في بعد كده الاورجانيزيشنال يونتس، اللي هي دي تبقى اقرب للابلكيشنز بقى نفسها، زي مثلا هي برضو ستيل تعتبر قريبه شويه من الاكسترنال انتيتيز عشان برضو تبقى واخد في اعتبار، بس هي مور اون الابلكيشن سايد كاورجانيزيشن، زي مثلا كرو، ديزاين ديفيجن، مجموعات، يونتس كامله. بعد كده لو في اماكن، حاجه ليها علاقه بالاماكن، زي مثلا الجوب سايت، حاجه ليها علاقه بالستراكشرز، ايه اللي انت في النهايه انت بتحاول تبني ايه؟ الموديل ده بيسعى لبناء ايه؟ ايه الاستراكشر انت بتحاول تبنيه بالموديل بتاعك؟ فاحنا مثلا الهيكل الخرساني مثلا بتاع المبنى بتاعنا، او الستيل او ايا كان، او العمود نفسه، كلام من ده. في بقى فدو كده تقسيمه للاوبجكتس. في بعد كده الحاجات اللي هي مش اوبجكتس، زي مثلا ايه؟ مثلا بروسيجر، مثلا زي مثلا بروسيجرز يعني ايه؟ الموديل نفسه الاجراءات بتاعته، مثلا اقول له مثلا اطبع، اقول له مثلا كوبي، انسخ، ده مش اوبجكت، ده حاجه جوه الموديل نفسها. او الاتريبيوتس، خصائص الاوبجكتس نفسها،
زي مثلا مثلا رقم مثلا او color مثلا او ما شابه ذلك، وهنجيلها بالتفصيل برضو قدام. فدي كده اي حاجه من دول ممكن تبقى object. ملحوظه بس عشان لو تعرضت لمصادر اخرى، ساعات في ناس بتسمي الاوبجكت thing، يعني هنا في التقسيم هتلاقي thing لا دي حاجه تحت الاوبجكت نوع معين، بس ساعات في ناس تقول لك لا يعني الاوبجكت هي thing وهنا مفيش thing. فدي بس حاجه يعني الاعتبار مجرد مسميات، بحيث لو شفت تسميه مختلفه ما تتلخبطش. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على الاوبجكت. نتكلم على تاني حاجه، الكلاس والانستنس. كلاس اللي هو ايه؟ هو ببساطه مجموعه من الاوبجكتس حطيتهم مع بعض في كلاس، حطيتهم جمعتهم حطيتهم في حاجه مع بعض. طب ازاي احطهم في كلاس؟ لازم يكونوا ليهم حاجات ان كومون، في حاجات مشتركه ما بينهم، فينفع يتحطوا مع بعض في كلاس. يعني مثلا احط مثلا بتاع المحاره وبتاع البلاط وبتاع الخرسانه في كلاس اسمه صنايعي، خلاص يبقى هما في حاجه كومون ما بينهم، يعني في بروبرتيز واتريبيوتس كومون جعلتهم ينفعوا يخشوا كلهم تحت هذا الجروب. ان كلهم مثلا بياخدوا يوميه، كلهم مش عارف ايه كلام من، فهم المفروض يكون ليهم سيميلر بروبرتيز، ليهم كومن بيهيفير، بيتصرفوا زي بعض، كلهم بني ادمين، في كومن ريليشن شيب بتجمعهم توجذر، انما كلهم مثلا ليهم برودكشن ريت مثلا، كلهم بيقبضوا يوميه، مش عارف ايه كلام من ده، وليهم كومن مينينج، السيمانتكس نفسها معنى الكلمه نفسه. يعني ممكن نبعد عن دي، مش مهمه بالنسبه لكم قوي، بس برضو تكون فاهم ان السيمانتكس مهمه في الشغل ده. تمام، انت فتاني انت ممكن تبني كلاس بيزد على اي كريتيريا. ممكن تقول لا انا مش هقسمهم كده، انا هقسمهم خرسانه وستيل، والخرسانه ده تحتيه معدات وعمال ومش عارف ايه، وستيل تحتيه معدات. ممكن دي كلها تقسيمات. وفي الموديلنج عامه مفيش حاجه اسمها ده احسن حل او الاوبتيم ده الاوبتيم، لا احنا بنحاول الفكره كلها انك توصل لحل صحيح مقبول، ان مفيش حاجه هو ده الصح، لا ممكن نطلع ب 5000 طريقه وكلهم صح، مفيش مشكله خالص. فالكلاس ممكن نبنيه على كذا كريتيريا، بس مهم انك تحاول دايما تبقى قريب من الكريتيريا بتاعت الكونستراكشن براكتس كومن. يعني مثلا والله الناس دايما بتقسم مثلا عمال مثلا في الريسورسز ومش عارف ايه في البادجت كذا، فانت امشي بنفس التقسيمه، ما تخترعش تقسيمات جديده عشان تعرف حتى بعد كده تركب البرنامج بتاعك على البرامج التانيه بسهوله. ودي هنجيلها بعد كده قدام في الاي اف سي حتى والكلام ده. تمام، الريليشن شيبس الفيري كومن في الكلاسز دي حاجتين، از ا واز بارت اوف، وهنجيلها بالتفصيل قدام. ده كده اللي هي الكلاس. طب يعني ايه الانستنس؟ الانستنس اللي هي العكس، الانستنس اللي هي الافراد بتوع الكلاس. فوالله العمال اللي هم بتوع المحاره وبتوع البلاط وبتوع الخرسانه دول بسميهم انستنسز لكلاس العمال، يعني دول افراد الكلاس ده، فالافراد دول بسميهم انستنس للكلاس. فهي اللي هي الاوبجكت اوف جيفن كلاس is called instance. okay، فمثلا لو نتكلم مثلا على خريطة مثلا، فمثلا أمريكا هي instance للدول العالم، فالكلاس اسمه دول العالم، وأمريكا ومصر والصين كل دول instances للكلاس ده. طيب نشوف بقى ازاي نرسم الكلام ده، يعني عشان احنا قلنا هنتكلم على الاثنين مع بعض، الاوبجكت اورينتد موديلنج واليو ام ال. مبدئيا انت بترسم، يعني لما تيجي بترسم الكلام ده هو بيبقى مربع اساسي، ده المربع الاساسي، ده المانداتوري بالنسبه لك، اللي هو النيم بتاع الانستنس او الكلاس، نيم الاوبجكت او الكلاس بتاع الاوبجكتس. والله مثلا عمال او مبلط محاره او بلدوزر ايا كان، ده النيم ده الاساسي. بعد كده ممكن تزود عليه مربع تاني تحتيه لو انت حابب، ده يعني ده الاساسي لا غنى عنه، ممكن يبقى هو مستطيل واحد بس كده. بعد كده ممكن تزود لو حابب، فيبقى في مستطيل تحتيه في الاتريبيوتس اللي هي مثلا اسمه، رقم العامل تبع قسم ايه، مش عارف ايه البرودكشن ريت بتاعه، مش عارف ايه كلام من ده. بعد كده لو عاوز تزود اكتر من كده كمان، ممكن بقى تحط الاوبريشنز برضو بتاعته، فكل ده يبقى تحتيه، بس الاساسي هو الاسم على الاقل عشان نعرف نعمل الكلاس ديجرام في النهايه. طيب الانهيرتنس دي احد الخصائص الموجوده في الديجرام. يعني ايه الانهيرتنس؟ اللي هو في يعني اللي هو الورث، اللي هو بيتوارث. فهي عبارة عن إيه؟ باختصار هي عبارة عن إن الكلاس بيورث جميع خصائصه للإنستنس بتاعته. فمثلا أنا عندي مثلا كلاس بتاع معدات اسمه معدات، فمثلا قلت معدات دول مثلا كلهم مثلا إيجار، دي البروبرتي بتاعته، كلهم ليهم برودكشن ريت في الساعة، دي كلها خصائص، كلهم ميكانيكال إكويبمنت، كل دي خصائص. الخصائص دي باي ديفولت الطبيعي ان يورثها جميع المعدات اللي تحت الكلاس ده، ف
عربيات صغيرة، عربيات نقل كبيرة أو حفار، دول هيورثوا الكلام ده. فأنا مش محتاج أقول والله إن العربية النقل ليها حتى إن برودكشن ريت، هي أوريدي ورثت الكلام ده من فوق. فأي خاصية في الكلاس بيورثها السب كلاس أو الانستنس. الانستنس دي ليه؟ يعني أقل ليفل. لو انت قاعد حاطط كلاس فوق كلاس تاني فوق كلاس تالت، فبيبقى سب كلاس وسوبر كلاس، فوق وتحت، سب فوق سوبر تحت، اسف سب تحت سوبر فوق. فهي دي الفكره اللي هي انهيرتنس، يعني اللي فوق دايما بيورث اللي تحت. اوكي، بعد كده هنتكلم عن احد الخصائص برضو لازم تاخدها في اعتبارك، السبسامشن. يعني ايه سبسامشن؟ اللي هي دي الايز اير ريليشن شيب. يعني احنا بنقول مثلا الحفار is a equipment، هو يكون equipment لو انت عاوز تعرفه. فدي نوع من انواع العلاقات بترمز لها ايه؟ بترمز لها بسهم مفرغ. يعني رأس السهم زي ما انت شايف مفرغة، والاتجاه السهم من تحت لفوق. مين اللي is a؟ انا بقول والله الحفار is a equipment، فهي is a relationship allowing the progress specialization بتاعت general into specialized thing. فهي دي في النهاية ايه الـ specialization اللي هي كـ equipment من general للـ specialized. الـ specialization هي ايه؟ اللي بمشي من فوق لتحت، اللي هو في النهاية بمشي من الـ general thing اللي هي equipment للـ more specific thing اللي هي excavator. أو generalization هي العكس، من تحت لفوق بمشي من الـ more specific اللي هي الـ excavator للـ more general اللي هي الـ equipment. فالعلاقة دي ممكن أقولها إزاي؟ أقول والله الـ excavator is subtype of equipment، هو أحد أنواع الإكويبمنت. فده معناه اللي هي is a اللي هي subsumption. لو برضه أقول is subsumed by أو is more specific than، كل ده بيعبر عن نفس العلاقة. Equipment is a super type of excavator، نفس الكلام بالظبط، برضه نفس العلاقة. أو subsumes أو is more general than، كل دول دي علاقة subsumption اللي هي علاقة is a the excavator يكون equipment، هو جزء من مجموعة الـ equipment. فدي كده أحد العلاقات، دي أول علاقة نتكلم عنها. يبقى تاني عشان ما ننتهش، إحنا أول حاجة اتكلمنا يعني إيه object، يعني إيه object في اللي إحنا بنعمل عليه، إحنا بنعمل object oriented modeling. فاتكلمنا عن إيه object، وقلنا والله إن هي أنواعها كذا كذا كذا، وقلنا التسميات بتاعتها وأشكالها. بعد كده قلنا والله الـ class، الـ class هو عبارة عن مجموعة من objects بحطها مع بعضها، كده بقت class. والأعضاء الـ class دول بنسميهم instances. بعد كده اتكلمنا نرسمها ازاي. بعد كده بدأنا نتكلم عن خصائص التوارث، يعني في النهاية الجروب اللي فوق بيورث خصائص تحت الجروب اللي تحت. على سبيل المثال مثلا في السبسامشن كل خصائص الاكويبمنت هتارثها الاكسكافيتور، ان ده تحت خانة المعدات، تحت كلاس المعدات، فهيورث كل الخصائص تحت الاكويبمنت. وبعد كده اتكلمنا عن اول علاقة اللي هي السبسامشن، اللي هي بتربط الكلاسز ببعضها او الانتيتيز ببعضها او الاوبجكتس ببعضها، اللي هي أول علاقة اللي هي subsumption اللي هي is a. دي كده أول علاقة. طيب تاني وتالت علاقة اللي احنا بنسميها aggregation و composition، اللي هي ايه؟ علاقة يتكون من، مش الأولانية كانت is a يكون، إنما التانية سواء aggregation أو composition هي يتكون من، اللي هي عبارة is part of أو has a أو علاقة whole per part، الحاجة الكبيرة بالأجزاء بتاعتها. فدي العلاقة. فعلى سبيل المثال مثلا الكلاس الفصل أو المحاضرة تتكون من students طلبة، البيت بيتكون من أوض. فدي العلاقة، والكلام ده ينطبق على الـ aggregation وعلى الـ composition. يعني دول علاقتين ليهم نفس المفهوم. إيه الفرق ما بينهم؟ الـ aggregation أقل حدة من الكومبوزيشن، أو تعال نتكلم عن الكومبوزيشن الأسهل. الكومبوزيشن هي strong form of aggregation، يعني هي aggregation من النوع القوي، اللي هي من غير السوبر كلاس أو من غير الكلاس اللي فوق، الكلاس اللي تحت ما يبقاش موجود، يختفي. يعني على سبيل المثال لو أنا شلت الكلاس، هل معنى كده إن الطلبة هيختفوا من الوجود؟ لا، ما زالوا موجودين، ما زالوا طلبة بس الكلاس اتلغى. خلاص ما فيش كلاس، خلاص بس الطلبة ما زالوا موجودين. المادة اتلغت أي سبب ما حصل، بس الطلبة مش هيختفوا من الوجود بسبب اختفاء المادة، ما ينفعش. إنما مثلا لما أقول مثلا البيت بيتكون من عدة أوض، لو البيت اختفى فالأوض بالطبيعة هتختفي،
خلاص مش هينفع توجد البيوت من غير للأسف مش هينفع توجد مش هينفع توجد الأوض من غير البيت. فالبيت اختفى، كل حاجة هتختفي، المواسير بالحيطان بكل حاجة، ما بقاش في أوضة أصلا. بينما العكس في الكلاس، الكلاس لو الكلاس اختفى ما زال الطلبة موجودين، فده الفرق. فالكلاس والستودنت دي اللي هي الاجريجيشن، وبنرمز لها بالرومبس ده المفرغ ابيض من جوه، بينما الكومبوزيشن بنرمز لها بالرومبس اسود من جوه. فتاني الفرق بين الاجريجيشن والكومبوزيشن، كلاهما علاقه is part of او has او whole part. الفرق ايه؟ الفرق ان الكومبوزيشن هي علاقه اقوى، اللي هي لو الهول ده شلناه هيختفي البارت، لو شلنا البيت هتختفي الاوضه. فتعالى مثلا ناخد مثال، مثلا هنا مثلا بيرسون اللي هو الدرايفر اللي بيسوق العربيه او بيسوق القطر، لو العربيه او القطر اختفوا ما زال العربيه ما زال الاشخاص دول موجودين، مفيش مشكله مش هيختفوا من الوجود. فدي كده علاقه اجريجيشن. بينما الانجن بتاع العربيه، لو العربيه اختفت كل حاجه هتختفي في العربيه بما فيها الانجن بتاعها، القطر لو اختفى اللوكوموتيف بتاعته طبيعي هتختفي، فساعتها يبقى ايه؟ لا يبقى دي علاقه كومبوزيشن مش اجريجيشن. فدول كده علاقات الاجريجيشن والكومبوزيشن. احنا كده اتكلمنا على اول علاقه اللي هي السبسامشن، والتاني وتالت علاقه اللي هم الاجريجيشن والكومبوزيشن. طيب نروح كده على جنب، ملحوظة على جنب، احنا عندنا احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم على الكلاس هيراركس. فعندنا نوعين، عندنا تاكسونوميك وباترونوميك. التاكسونوميك اللي هي بتبقى سبيشاليزيشن وجنراليزيشن، اللي هي بتبقى بيغلب عليها الايز ا ريليشن شيب، والباترونوميك اللي هي بيغلب عليها از بارت اوف ريليشن شيب، فتبقى يا اما دي اجريجيشن يا اما اجريجيشن. دي بس ملحوظه على جنب يعني ترمينولوجي ليك. طب تعال نبص كده على مثال. طيب فاحنا بنقول المشروع بيتكون من مراحل، وتسمى خليناها اجريجيشن مش كومبوزيشن. ليه؟ انا والله انا متخيل في تخيلي ان المشروع ده انا ممكن يعني المشروع كله ما يتعملش، بس ممكن نعمل مراحل بتاعته بس، ايه المشكله؟ في واحد تاني ممكن يقول لي لا دي علاقه كومبوزيشن مش اجريجيشن، لازم يكون المستطيل ده اسود، الرومبس ده اسود. وهنا بقى زي ما بقول لك، زي ما كنت قلت في الاول، ان مفيش حاجه ثابته نقدر نقول هو ده الحل الامثل، لا احنا ممكن نتشاور في الموضوع ده ونتفاوض فيه، وكل واحد هيعمل موديل بشكل مختلف. اللي في النهايه الحكم في النهايه مرحله الفاليديشن، لما يجي نفاليديت والله الريزلتس بتاعتنا ونشوف انه عرف يمثل الواقع اكتر، بس ساعتها بقول لا، وكل حاله على حسب حالتها، مفيش حاجه اسمها دايما الفيز مثلا لازم دايما تبقى اجريجيشن، ما ينفعش تبقى كومبوزيشن، لا مفيش الكلام ده، على حسب حاله المشروع بتاعك وحاله الشغل بتاعك والعقد بيقول ايه والكلام ده كله. فاحنا هنا والله افترضنا ان الفيز دي علاقتها is part of project و aggregation. نفس الكلام عملناه في البروسيس، البروسيس is part of الفيز، الفيز فيها كذا بروسيس بتحصل. نفس الكلام بروسيس والسب بروسيس والاكتيفيتي والتاسك، فكل ده التاسك هي جزء من الاكتيفيتي is part of، وبعد كده السب بروسيس بروسيس وهكذا. بعد كده البلان بروسيس، البروسيس بقى ايه انواع البروسيس اللي عندي؟ فانا عندي البلان بروسيس والانبلان بروسيس، فالبلان بروسيس دي is a process والانبلاند بروسيس از ا بروسيس برضه. بقينا نتكلم على انواع مش بارت وهول. مثلا في الانبلاند بروسيس فبنتكلم مثلا على التشينج بروسيس والريورك بروسيس مثلا، فدي تاني علاقه از ا، يعني التشينج بروسيس از ا انبلاند، دي حاجه ما كانتش في اعتبارنا، جالنا حاجه تغيير محتاجين نغيرها، فعشان كده هي انبلاند، بس هي في النهايه هي زي الانبلاند، هي في النهايه بروسيس از ا مش بارت وهول. فده كده اكزامبل يوضح الـ subsumption والـ aggregation والـ composition. طيب العلاقة اللي بعد كده دي بقى العلاقة الأكثر عمومية اللي هي الـ association. يعني إيه association؟ بنربطهم ببعض على طول relationship. طيب في الـ UML برضه عشان تبقى يعني في ساعات تشوف الناس بتتكلم بترمينولوجي مختلفة، فـ association ساعات ناس تقول لك أصلا في الـ UML الاسوشيشن دي اللي هي العلاقه بتتكون من ثلاث حاجات، سبسامشن اللي احنا قلناها، اجريجيشن اند اور كومبوزيشن دي برضو قلناها، واسوشيشن تاني. طب ازاي اسوشيشن تاني؟ فبقول لك قصدهم ان السبسامشن والاجريجيشن والكومبوزيشن دول ما هم الا حالات خاصه من الاسوشيشن، يعني اي علاقه هي اسوشيشن وبعد كده فيها حالات خاصه اللي هي اسمها سبسامشن والاجريجيشن والكومبوزيشن.
فده برضو حتى تكون فاهم. ساعات لما حد يقول لك اسوسيشن، هل قصده كل العلاقات، ان اي علاقه اسمها اسوسيشن، ولا قصده اسوسيشن اللي هي مش سبسامبشن ومش اجريجيشن وكومبوزيشن؟ فدي برضو ناخدها في اعتبار. بس هنا يعني لما انا هقول لك هنا اسوسيشن، انا قصدي الحاجات اللي هي غير السبسامبشن والاجريجيشن والكومبوزيشن. اوكي، اسوسيشن دي بقى بنرمز لها اولا بخط. الخط ده ممكن يكون ليه سهم وممكن ما يكونش ليه سهم، هنقول دلوقتي ليه. طيب مبدئيا هي بنستعملها ليه؟ تاني عشان تربط حاجتين ببعض، بس الربط ما بينهم خارج الـ subsumption اللي هي is a، وخارج الـ composition أو الـ aggregation اللي هي part of. فدي علاقة جديدة، مثلا person أو الشخص يعمل لدى شركة work for، دي علاقة جديدة. فطالما علاقة خارج الحاجتين اللي احنا عارفينهم يبقى association، واتجاه هتبقى سهم، ان مين اللي بيورك فور الشركه؟ ما بتشتغلش للشخص، لا الشخص هو اللي بيشتغل للشركه، فاتجاه السهم من الشخص للشركه، العلاقه ورك فور. طيب ساعات مثلا بتغذي نفسك، يعني البلد ده كانت كلاس تعب بتاع البلاد country، has neighbor يعني ليها بلاد جيران برضو country. وتلاحظ ان هنا مفيش اسهم. ليه مفيش اسهم؟ نخش على بقى على الجزء التاني، يعني تاني خاصيه في الاسوشيشن اللي هي ممكن تبقى يوني دايركشنال او باي دايركشن، يعني ممكن تكون اتجاه واحد او رايح جاي. اتجاه واحد زي اللي احنا قلناه فوق اللي هو البيرسون يعمل لدى شركه، خلاص ورك فور واتجاه واحد. بينما لو انا قلت في علاقه تعاقديه او في علاقه عمل ما بين الاثنين دول، ساعتها لا هي ماشيه رايح جاي. فطالما رايح جاي يبقى ما بنحطش اسهم، يعني لو في اتجاه احنا عارفينه اتجاه واحد بس بنحط السهم بتاعه. لو العلاقه رايح جاي يبقى لا ما بنحطش اسهم. فساعتها الشخص ليه في علاقة عمل بينه وبين الشركة، والشركة في علاقة عمل بينها وبين الشخص، فهي ممكن تكون يوني دايركشنال او باي دايركشنال. عشان كده احنا قلنا ايه، البلد اللوب دي ما كانش فيها سهم، دي ما كانش فيها سهم عشان خاطر البلد جارة البلد التانية، وفي نفس الوقت البلد التانية هي جارة البلد الأولانية، فهي العلاقة رايح جاي. فدي فعنا كده دي في أول خاصية، إن هي بتربط الحاجات ببعض بأي علاقة. تاني خاصية اللي هي ممكن تبقى يوني دايركشنال أو باي دايركشنال. تالت خاصية اللي هي ممكن تبقى سنجلر أو مالتيبل. يعني إيه سنجلر أو مالتيبل؟ اللي هي بتاخد في اعتبار الأعداد. يعني إيه؟ البيرسون وورك فور، دي علاقته بالشركة، دايما بحط البيرسون والعلاقة بتاعته جنبه، يعني الحاجة وعلاقتها جنبها. طب البيرسون ده ممكن يشتغل في كام شركة؟ شركة واحدة بس، أو ما يشتغلش خالص لو هو عاطل، فيبقى من صفر لواحد، وبحط الرقم بتاعه الناحية التانية. يبقى الشخص يعمل لدى يا اما من صفر لواحد شركه بس كده. بينما الشركه ممكن يشتغل عندها كام شخص؟ من واحد لما لا نهايه. لو صفر ما بقتش شركه خلاص، الشركه اختفت، يعني عشان تبقى شركه لازم يكون فيها موظف على الاقل، فمن واحد لما لا نهايه من الموظفين من الاشخاص. فده اللي هو ايه علاقه الاعداد بالموضوع، دخلت ازاي الشركه. مثلا الشركه لديها has من صفر لما لا نهاية من المكاتب. ممكن تكون شركة كلها ملهاش مكاتب، فيرتشوال كلها، والأوفيس الأوفيس ما ينفعش يبقى غير شركة واحدة، أو من صفر حتى لو هو مبقاش مكتب كده، بقى حاجة يعني مكتب بس مش تبع شركة، مهجور. وممكن وتاني ممكن ناحية يقول لك لا هي لازم تبقى واحد، ما ينفعش تبقى صفر لواحد. الموضوع تاني على حسب أنت عاوز ترسم الفلو بتاعك إزاي والأفكار بتاعتك ماشية إزاي. مثال تالت، البيرسون مثلا ده مثلا اهو، دي طريقه مختلفه. قال لك لا انا مش فيش حاجه اسمها عاطل عندي، بيرسون ورك فور شركه، ليه من صفر لواحد؟ لا هي واحد بيعمل لده شركه واحده وبس كده. فدي على حسب اللوجيك بتاعك في الشغل. طيب ملحوظه، لما بتيجي بتسمي العلاقات زي ما انت شايف بتسميها على حسب الفيرب، يعني انت في النهايه بتحط فيرب وتشتغل فعل بالافعال، هاز مورك مش عارف ايه الكلام ده. ف يعني ده الستاندرد بتاع اللغه نفسها اللي هو بيسمي بالافعال. تمام، اوكي. ده مثلا مثال اكثر توضيحا، وده برضو يوريك حاجه تانية. ساعات يعني، بس عشان برضو لو شفت ده الطريقه دي ما تتخضش. ساعات بدل ما بيحط السهم على اخر الخط بيحطه بالاتجاه ده، يقول لك الدايركشن اهو، ولو مفيش دايركشن بيروح شايل السهم خالص عشان يبقى باي دايركشنال. فدي برضو خدها في اعتبارك. فهنا مثلا في الطريقه دي مثلا بيحط السهم هنا اهو، الباقي كله المفروض زي ما هو. فهنا مثلا اهو دي اللي هي الارقام اللي هي بنسميها المالتيبلستي. فوالله بيقول لك واحد ده يعني a client has staff member exactly one staff member.
فتاني انت بتحط الاوبجكت جنبيها العلاقة بتاعتها والارقام بتاعتها الناحية التانية، وهكذا العكس، وتحط دايما اسم الـ association بتاعتها هنا. وتاني لازم بتبقى بتسميها بالفيرب كده. انت تقدر ترسم الفلوت شارت بتاعك، الفلوت شارت طبعا ده تعبير غلط يعني، بس مجرد للتقريب كده. تقدر ترسم اليو ام ال بتاعك لاي فكره انت عاوز تعمل. انت عاوز تعمل موديل بيربط مثلا الداتا بتاعت المقاول بالداتا بتاعت الاستشاري، مش عارف ايه كلام من ده، فتقدر تعمل الكلام ده بالفلوت شارت بتاعتك. مثال اكبر شويه لو انت حابب، ده مثلا مثال كان معمول في ريسيرش بيبر سنه 2013. طبعا هتلاقي امثله كتير جدا، فده مثلا حاجه مثلا مشروع كامل بيتكلم على، تعالوا ناخده بالتفصيل مع بعض. فانا مثلا بقول لك مثلا الاوبجكتيف، هناخد حته صغيره مثلا، زوم ان اعتقد احسن. هنا مثلا هو مثلا بقول لك مثلا الالترناتيفز بتوعك مثلا، فده كده اسم الاوبجكت بتاعتك الترناتيف. الالترناتيف ده ليه ايه؟ اول علاقه عباره عن ايه؟ بارت اوف من انه نوع كومبوزيشن، يعني لو الكونسترين ده اتلغى الالترناتيف هيختفي. فدي مثلا حته احنا خلاص المفروض فهمناها. طب الكونسترين ده الالترناتيف ده تبع كام كونسترين؟ واحد فقط. الكونسترين ليه كام الترناتيف؟ من واحد لما لا نهايه. طيب الكونسترين ده ايه الخصائص بتاعته؟ ليه اي دي ونوعه انتجر رقم، ليه تايتل نوع سترينج يعني حروف، ليه ديسكريبشن سترينج، ليه فايل نيم سترينج، ليه probability، probability دي هتبقى رقم، وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للالترناتيف. بس فلو انت حابب مثلا تاخد في الموديل ده قدامك اهو، وانا حاطط في المصادر اللينك بتاعت البي دي اف بتاعت البيبر كلها لو انت حابب تقراها. دي المصادر بتاعتنا زي ما انا قلت. لو انت عاوز تريننج اكتر على اليو ام ال، في تريننج كامل هنا. دي الكورسز لو انت حابب ترجع لها، ده الموقع الرسمي بتاع اليو ام ال، وهتلاقي طبعا التوتوريالز بتاعته كل حاجه، ودي البيبر بتاعتنا. بس بكده احنا خلصنا الجزء بتاع الاوبجكت اورينتد موديلنج واليو ام ال، وان شاء الله المره الجايه نبدا في الاي اف سيز. السلام عليكم.